أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دايما من ولا أطيب. اليوم لمحبين السمار البحرية اللي حيكون في عنا طبقين غير شكل، طبق من السلطة وطبق من الكورس، مين كورس غير شكل. خلينا نشوف مكون الطبق الأول ونرجع نحن وياكم. مكونات سلطة جبنة الماعز مع الأريديس: 100 جرام روكا، 100 جرام زعتر أخضر، 100 جرام بندورة كرزية، 100 جرام بصل أخضر، 100 جرام خيار، 100 جرام فليفلي خضراء، 100 جرام جبنة الماعز، 100 جرام ريديس، 10 جرامات صنوبر، 20 جرام خردل، 20 جرام زيت زيتون، 30 جرام زيت نباتي، 30 جرام عصير حامض، خبز باجيت عدد واحد، ملح حسب الرغبة وفلفل حسب الرغبة. لكن مشاهدينا جبنة الماعز أكيد منشوفها بالماركت، ممكن تكون شقفة واحدة نحن منخدها ومنكعزلها بواسطة اليد بهالشكل، أو كمان ممكن كمان نلاقيها بمرطبين مكبوسة مع زيت الزيتون حتى نتميز كمان بصحن سلطة طيب وهيك شيء جديد بتلززوا فيه لمحبين ثمار البحر. اليوم نحن رح نقدم مع هالطبق القريديس، أكيد حبة القريديس نحن بنجيبها دائما من الماركت، واليوم القريديس في أسعار كتير مدروسة، يعني فينا نجيبها الحبة صغيرة تقريبا بسعر منا غالي أبدا. رح نحط لها أكيد الملح والبهار وننقعها شوي بزيت الزيتون حتى تعطي نكهة طيبة، لكن الملح والفلفل الأسود، ودائما حتى نحصل على نتيجة طيبة نحن عم نعمل قريديس أو سمك قليل من زيت الزيتون، يعني نحن زيت الزيتون منسقي فيهم القريديس، أو في حال كان عندنا كمان سمك بدنا نشويه دائما نقعه شوي ثمار البحر بزيت الزيتون مع الملح والفلفل الأسود، بيطلع نكهة القريديس كتير طيب أو السمك، وبتعطيها حياة، يعني بناكلها بنتلذذ فيها نحن عم ناكل السمك، بنحس بفقعة طعمة زيت الزيتون بتتم غير شكل. هون نحن لكن نقعنا القريديس بزيت الزيتون مع الملح والفلفل، بنخليهم شوي صغيرة حتى بعدين كمان نعملهم ممكن سوتي بالمقلي، أو إذا في حال حبينا بالجريل كمان ما في مشكلة. هون نحن بما أنه عندنا هالسلطة الطيبة اليوم رح نبلش نجهز لها خبز الباجيت. خبز الباجيت أكيد بنجيبه من الماركت، هون بواسطة سكين المنشار منقص إلى شرحات قد ما بدنا حسب ما تكون عندنا عدد الأشخاص، تقريبا للشخص الواحد 4 قطع. هون نحن عندنا 4 قطع من الباجيت قصيناهم بهالشكل، وأكيد الفرن حامي على 180 درجة وجاط عازل للحرارة كمان موجود عندنا، منحطهم بقلب الجاط وتحميصي حتى يشقروا، انتبهوا ما يحترقوا. ونحن هون خبز الباكيت خلصنا منه نحطه على جنب، وأكيد رح نباشر نجهز طبق السلطة، ممكن يكون جاط مدور أو جاط مربع أو صحن حسب ما توفر. وهون كمان نحن في عنا صنوبر، الصنوبر للي حمصناه قبل بوقت منضيفهم بالصحن، طبعا جبنة الماعز منحطها على الصنوبر بهالشكل، بصير عنا لبنة الماعز أو الجوتشيز مع الصنوبر بهالشكل، يعني منحصل على صنوبر مع لبنة الماعز أو جبنة الماعز فينا نقول أو الجوتشيز بالإنجليزي بهالشكل. شوفوا شكلها شو حلو شهي، وبتزين طبق السلطة. أكيد رح نحطها فوق خبز الباجيت للي قطعناه شوية هيك تفننات. كتير مرات بس نروح على مطعم نشوف إشياء سلطة طيبة مميزة بننبسط فيها أكثر من البيت، فنحن لازم نتميز ببيتنا، وبنعطيكم دائما أفكار حلوة حتى تعملوها وتتسلوا فيها. هون نحن خلصنا باللبنة الماعز،
مع الصنوبر، كمان رشة فلفل صغيرة عليها، ونحن هون كمان رح نحمي المقلات و القريبس الموجود عندنا هون، كمان نخلطهم بهالطريقة شوي صغيرة دقيقة حتى تحمل مقلي. ما تحطوا القريبس المحلي المقلي تكون باردة، دائما لازم تكون المقلات ساخنة حتى نحصل على اللون المناسب والطعم الطيب مشوي لها صحن السلطة. هون نحن عندنا الروكا أو الجرجير، فينا نخلي العروق وفينا كمان نشيل العروق. الروكا أو الجرجير، الزعتر الأخضر، تشوفوا شو هالخليط الخضار الطيب. نحن عم نشتغل بالزعتر، فعلا ريحة الزعتر بيفتح القلب. نخلطهم كلهم مع بعضهم البعض، كمان البصل الأخضر، البصل الأخضر شوي بنفرمه مش كتير رفيع، يعني بنخلي شوي البصلة ظاهرة حتى تقرقش نحن عم ناكلها نتسلى فيها. كمان نخلطها مع الروكا والزعتر الأخضر، وبما أنه الجوتشيز بيروح مع الخيار، طبعا الخيار عندنا هون نحن جاهز، بدنا نفرم الخيار إلى رونديلات ولا نصف رونديل فينا نقول كمان بهالطريقة. ننتبه دائما على أصابعنا، ما معقول الخضرة واحد بس يشتغل فيها تطلع ريحتها بتفتح النفس. ويبلش نجهز صحن السلطة بشهية، شوفوا هالألوان عم تظهر، أكيد ناقصها بعد شوي الآن ألوان غامقة، لكن هون بلشنا نحن نضيف الطماطم، بندورة الكرزية أو تشيري توميتو. وهون نحن عنا المقلات، شفتوا كيف حميت، و القريبس مع الملح والبهار وزيت الزيتون، منقلبهم مع بعضهم البعض. الخبز بالفرن، نقلبه على الجهة الثانية لأنه الجهة الأولانية صارت اشقرار. ونحن بهالوقت مشاهدينا رح نروح لفاصل إعلاني صغير ونرجع معكم، انطرونا. ولا أطيب من بعض الفاصل مشاهدينا، أكيد طبق سلطة عم بيصير عنا جاهز، الخبز بقلب الفرن أو خبز الباجيت للي نحن قصناه إلى شرحات، صار عنا الخبز جاهز. شوفوا هالخبز شو شكله شهي، وخاصة هالقرش الطيبة. نحن أكيد بدنا نكفي صحن أو طبق السلطة، بس خلينا نروح لفقرة هيك أشطر ونشوف اليوم شو عنا شطارة. بفكرتنا اليوم هيك أشطر تيتا جانو مرفقتنا، وأهلا وسهلا فيك تيتا. هيك بتأهل؟ يعني اليوم في عندها طريقة كتير حلوة للخبز، في حال كان الخبز عتيق عندها طريقة كتير حلوة. خلينا نشوف تيتا شو بتعمل، حتى في حال كان عندها الخبز عمره اكثر من يومين تيتي تناكله ونتلذذ بطعمته ونحسه كانه طازه. شو تيتا شو الخبز؟ هلا نحن هون الخبزات صار لهم 3 ايام عندنا قاسيين شوي، هلا 2 بنمسحهم بشويه حليب وبنحطهم بالفرن ما بين 15 و20 حسب الفرن زحمه ولا لا. عظيم. يعني من هلا بيرجعوا طازه من هلا الحليب على الخفيف. ايه على الخفيف اكيد مش هيك لكن مثل ما شفتوا على الميلتين تيتا او بس ميل واحدة؟ لا على الميلتين، لكن عم بدنا نلحق اثنينه. طريقة كتير حلوة تيتا جانو، شوية حليب مدوب بالماء، فرشاية او بوسط اليد اذا كان لابسين كفوف طبعا، ندهن الجهة السمراء والجهة البيضاء على الخفيف ونفوتهم شوي على الفرن، وهيك بنحصل على خبز كمان يرجع خبز عنا طارق وطازة. واكيد هون مثل ما شفتوا لكن بواسطة الفرشاة هون، لكن مهم تبلي عم نشوف. ايوه بنحط لكن هون نحن وقديش بنفوت على الفرن؟ شو صغير 25 ثانية.
كان 25 سنة بنفوتها شوي على الفرن حامي، حرارته أكيد 180 درجة يعني. نعم. تيتا وهيك بنشيلها 25 سنة وبنعطي الخبز بكأن بيبين كأنه طازة، خبز طازة. هلا أكيد بالبراد إذا في حال ما نحطه بالبراد للخبز، في حال بدنا نحفظه بالفترة طويلة ممكن ضاين عنا لمدة أسبوع أو 10 أيام، وأكيد في حال حطيناه بالفريزر ممكن كمان نضله لشهر تقريبا. صح. بس دائما مستحب إنه ناكل خبز طازة، وأكيد بنشيله قبل وقت من الفرن إذا في حال حمصناه شوي، بضاين عنا لخمس ست شهور حمصنا الخبز مزبوط، بنحطهم بعلبة تاك مسكرة أو بلاستيك وبنحفظهم لمدة خمس ست شهور. بنحصل دائما على خبز محمص مقرمش في حال ما نحفظه لمدة أطول وأطول. شو تيتا كمان من قلبه حطيت شوي يعني. أنت بس أنت متصة شوي. نحن تيتا بدنا نتشكرك يعني فعلا اليوم كانت فكرة حلوة كتير، شوية حليب بالفرشية فوتناهم شوي على الفرن ورجع الخبز طازة إذا في حال كان عمره ثلاث أربع أيام. هاي طريقة جديدة جربوها وشكرا لك تيتا. أهلا وسهلا. يعني فعلا تحية لتيتا جانو على الفكرة الحلوة، وأنا فعلا كنت موجود بالبصرة بالعراق وكان معنا كتير خبز، عنا خبز عتيق وجربتها وكانت كتير منيحة، وتحية كتير كبيرة لأهل العراق. وهلا أكيد عن كفي نحن صحن السلطة أو جات سلطة مع القريديس، ونحن هون مثل ما شفتوا عنا خبز الباجيت الحمصني اللي حنضيف الجوتشيز مع الصنوبر بهالشكل نزين فيها الجار. هون لكن نحن لبنة الماعز حمصنا صنوبر وكعزلنا لبنة الماعز شكلها كتير شهي في حال كان عنا عزيمة بالبيت، ونزلنا هالطبق الصحن فعلا شيء مميز وسهل وسريع. وأكيد دائما نحن قد ما فينا منجرب نعطيكم أفكار بالإشياء الموجودة بالبيت. هون لكن نحن الجاد صخن دائما شقفة أو منشفة تحت إيدنا تكون جاهزة، وننتبه دائما من حرارة الفرن لأنه دائما بيأذي بيلطع بلا ما نحس. وأكيد نحن بعد في عنا الفليفلة الملونة أو الخضرة فينا نحط حسب ما تيسر. هون كمان نحن رح نضيف الفليفلة الخضراء وكمان نضيف لها شوية فلفل أسود، وهون نحن رح نبلش كمان نجهز الصلصة لهالطبق السلطة الطيب. طبعا خردل، هذا الخردل دائما نجيبه خردل ديجون هو نوعيته بيكون للخردل فين إفورت، يعني طعمته كتير طيبة وقوي شوي بس بيعطي كتير طعمة مميزة للصلصة. هون نحن عنا شوية زيت زيتون، طبعا مع إضافة شوية ملح، كمان شوية فلفل أسود. طريقة سهلة وسريعة حتى نعمل صلصة طيبة وشهية. شوفوا كيف الطريقة، خردل ملح بهار شوية زيت زيتون زيت نباتي، هيك منخفف شوية من حدية الخردل ومن حدية زيت الزيتون. كمان هون اللي حنضيف لها شوية مياه معدنية نحركها بهالطريقة، وهون منضيف الحامض. نحن كيف منحب حامض ظاهر، حامض خفيف، حامض وسط، أكيد مندوقة بوسط ملعقة نضيفة. أنا هون أكيد هذا العيار عود عليه. وهيك صار عنا هالصلصة الجاهزة لحتى نضيفها على السلطة. وهون نحن أكيد رح نصلص السلاد حسب شفت السلطة بس تكون معمولة بالخردل منحسها صلصة متماسكة شكلها شهي على الخس ما بتقشط لكعب الصحن، ومنضيف حسب الرغبة. وهيك صار عنا طبق هالصحن سلطة جاهز بطريقة سهلة وسريعة. وهي الصلصة في حال بي عندكم شوي كمية ما تكبوها، حطوها بقنينة وحطوها بالبراد نستعملها لمدة شهر ما بصير شيء. أما مكونات الطبق الثاني خلينا نشوف من شو مؤلف وكمان نرجع نحن وياكم. مكونات فيلي سمك مع السلمون، 300 جرام فيلي سمك، 150 جرام فيلي سلمون، 100 جرام بصل، 20 جرام ثوم،
30 جرام كزبرة خضراء، 200 جرام سبانخ، حر بودرة رشة، حامض عدد واحد للزينة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن مشاهدينا، من بعد ما جهزنا هالطبق السلطة من الروكا والزعتر والجبنة المعزة والبندورة والفليفلة والخيار والبصل الأخضر، وأكيد عملنا الصلصة، بعد في عنا خطوة أخيرة وهي إضافة القريديس فوق الصلصة. نحن مثل ما شفتوا ما حطينا القريديس مع الصلصة لأنه طعمة الشوي ما بدي روحها، وأكيد طعمة الحامض موجودة بالسلطة هي كافية حتى تعطي نكهة الحموضة للقريديس. فنحن القريديس كمان جهزناه، رح نضيفه كمان على أطراف الصحن. هون لكن الروبيان أو الجمبري أو الشريم. هون لكن نحن ولا القريديس كمان، شوفوا شو هالطبق غير شكل، وصدقوني كلفته مش كتير غالية، طريقته سهلة وسريعة. لكن نحن أكيد بهالوقت رح نبلش نجهز البصل. بدنا نفرم بصل ناعم حتى نضيفه على السبانخ. نحن السبانخ فينا نجيبه طازة وفينا نجيبه مجلد، نحن اليوم ما جبنا طازة، جبنا مجلد وحليناه. دائما بيجي نضيف ومفروم مثل ما بدنا، وشغلتها سهلة وسريعة حتى ست البيت في حال بدها تعمل هالطبق بشكل سريع. هون بنفرم البصل، كمان بنجهز الثوم، لكن البصل مفروم ناعما، وعندنا هون نحن الثوم كمان نفرم الثوم فرما ناعما. هلا بتشوفوا هالطبق اليوم سهل وسريع ولذيذ. هون لكن نحن صار عندنا بصل ثوم وكزبره، واكيد في عندنا كمان نحن فيليه سمك، فيليه سمك مع فيليه سالمون اليوم. هلا بتشوفوا كيف الطريقه، اليوم اطباق لمحبين الثمار البحريه. عندنا هون نحن فيليه سمك رح نضيف عليها كمان الملح والفلفل على الميل الثاني، كمان نفس الطريقة قليل من الملح وقليل من الفلفل الأسود. كمان ما ننسى دايما ننقع السمك بزيت الزيتون قبل ما نستعمله على النار. نحن أكيد رح نجهز مقلاد، تقريبا إذا فيكم تنقعوا حوالي نص ساعة بيكون أفضل. شوفوا هون كيف نحن عملنا مارينيشن للسمك بزيت الزيتون مع الملح والفلفل، ما في زوم إضافات، لهم طبق كافي لأنه عندنا أكيد سبانخ مع البصل والثوم الكزبرة. وأكيد نحن بهالوقت كمان رح نضيف له الفيلي السمك سلمون مدخن. خلينا نروح لفاصل إعلاني ونرجع معكم، انطرونا. ولا أطيب من بعد الفاصل مشاهدينا، أكيد عم نكفي نحن اليوم طبق السمك مع فيليه السمك السلمون. طبعا سمك السلمون الفيمي موجود بالماركت، والفيليه سمك نحن عملنا لها مارينيشن ملح وفلفل مع زيت الزيتون ونعناها حتى هيك يصير طعمتها طيبة، وجربوها دائما بس تعملوا سمك. هون نحن كمان جهزنا مقلات منعت الالتصاق، وبما انه فيليه سمك من دون حسك ومن دون جلدة ما بيلزم نفوته على الفرن، فينا نفوته على الفرن بس هيك بطريقة أسرع وأسهل، هيك نعملها طريقة سريعة. ممكن ست البيت كمان قبل بليلة تنقع السمكات وتحطهم بالبراد وقت الظهر ضربتين، وبيطلع عندها سمك منقوع منكه بزيت الزيتون. يعني فعلا زيت الزيتون قديش بيعطي نكهة كتير طيبة وخاصة للسيفود. هون نحن كمان رح نضيف شوية زيت زيتون وندبل البصل والثوم مع الكزبرة طبعا. هون لكن ما بيأثر لو ضفنا البصل والثوم مع بعضهم، لأنه نحن بدنا ندبلهم بس شوية تتبيل هيك خفيف نخلي النكهة شوي ظاهرة.
هون بواسطة الملعقة نقلب البصل والثوم. أطباق سهلة وسريعة فيها ست البيت تعملهم أقل من نص ساعة مثل ما شفتوا، ما بدها شغل كثير وبيطلع طبق جميل. يعني في حال عندكم طبق هالسلطة موجود بوسط المائدة وينزل طبق كمان من هالطبق بكون أخذت شغلنا تقريبا نص ساعة مش أكثر. هيك ست البيت بتبيض وجهها مع أفراد العائلة أو إذا عزمي حدا، وحلو دايما التغيير، نطلع من شيء اسمه روتين وملل، أفكار سريعة وسهلة. هون نحن لكين البصل والثوم عم ندبله على النار، هون الكزبرة الخضرة نحن فرمناها قبل بوقت. دايما بيسألوا شيف شو بتنصحنا نحن نغسل الكزبرة من بعد ما نفرمها أو قبل الفرم؟ أنا بفضل قبل الفرم لأنه بعد الفرم كثير بتدوب، من كان البقدونس من كان الكزبرة. هون لكين نحن البصل والثوم، ومن ثم نقلبها على الميل الثاني. شيل السمك يعطي نكهة طيبة، وخاصة هالمارينيشن الحلوة من زيت الزيتون مع الملح والبهار. هون عندنا لكين البصل والثوم والكزبرة، وأكيد السبانخ. السبانخ كمان احنا نخلطهم مع البصل والثوم، لكن شوية ملح، كمان شوية فلفل. دايما الأكل بده ملح وفلفل حسب الرغبة، شوية مي حتى ننعش سبانخ نحن عم ندبلهم مع البصل والثوم، لأنه أكيد على النار السبانخ رح ينشف. فقليل من الماء مثل ما شفتوا، لكن السبانخ كيف مبينوا كأنه بعد ما قطفينهم هلا من الجنينة. وهيك حتى يسخن شوي السبانخ على نار خفيفة، نحن الحامض مع هالطبق، حامض الويدجز تناصر. هون بذكر دائما الحامض بس قصوها هيك، رجعوا قصوها من الوسط. ليش؟ لانه نحن عم نعصر ما بتطرطش الحامضه، بينزلوا دغري العصيرات بقلب الصحن. فنعيد عليكم بقصه الحامض بهالشكل، نشيل البزر وهيك بس نعصر بينزل العصير خط جليس. وهون اكيد نحن رح نجهز جاط السكر والسبانخ، صاروا جاهزين. نسكمهم بوسط الصحن. نعم قديش ريحة السبانخ شهية. وهون كمان بواسطة السكين من هيك بنغطيهم شوي، نرجع بشكل معاكس. والحامض هون السمك للي صار كمان عندنا شبه جاهز، بدنا نكزة صغيرة بعد بواسطة الملقط والمشحاف. هون لكن نحن السمك الفيليه صار عندنا جاهز. هون نحن رح نحط اول طبقه من السمك، ومن ثم سمك السمول مدخن فينا نعملها لكل شخص بيطلع له قطعتين. هون نحن رح نضيف من السلمون، ومن ثم القطعة الثانية من السمك. يعني صار في عنا طبقتين من السمك فوق بعضهم، أكيد السلمون بالوسط. ونحن ذكرنا بالمكونات حر هيك على الخفيف بيعطي نكهة ولدعة لذيذة. برجع بذكركم مشاهدينا
بهالطريقه شويه فلفل. ودائما زوروا صفحتنا على الفيسبوك ولا اطيب للي كمان بحبوا يشاركوا معنا بالفقرات، ما انهم يطلعوا على الفيسبوك ويشوفوا كمان اشهى انواع الاطباق دائما مع الشيف ريتشارد. ولا اطيب، الى اللقاء والف صحتين. بكره كمان بحلقه غير شكل مميزه، الى اللقاء. Bala 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 b